القسم الثاني إضافة الأرقام من إكسل شيت أو يدوياً. يوفر النظام خاصية إضافة الأرقام من خلال ملفات إكسل عن طريق رفع ملف يحتوي على عمود واحد فقط. يحتوي العمود على الأرقام التي ترغب في إضافتها على النظام. لا تحتاج إلى إضافة كود الدولة مع الرقم، فقط كل ما عليك أن تختار الدولة وأن تحدد المجموعة التي ستضيف لها هذه الأرقام وتقوم برفع الملف، وستضاف جميع الأرقام تلقائياً في هذه المجموعة. كما يمكنك أيضاً إضافة الأرقام يدوياً من خلال كتابة الأرقام في خانة واحدة والفصل بينهم بعلامة الفاصلة. يمكنك بعد ذلك الذهاب إلى صفحة عرض الأرقام لكي تشاهد جميع الأرقام التي تم رفعها وإضافتها على النظام. إمكان معك في كل مكان.